اخويا كوفيد 19. توريني نفسك كده يا اسطى، انا جاي اسلم عليك عشان ما اسيبكش لوحدك. اه ياما يا اسطى، حمزة نمرة نزل اغنية والله، قلت اسمعها معاك يا اسطى والله. تعالى نسمعها سوا سوا. انا قلت اطلع ايه في ماتش الاهلي كده، شغال الناس مسحولة في الماتش، فاقعد انا وانت بقى قاعدين. حمزة نمرة حمزة نمرة حمزة نمرة قال لك كرهت الناس. انا مش لاقيها يا اسطى، انا معاك وبتفرج. قلبي يا روحي، قلبي ازيك؟ الحمد لله انا زي الفل، انا زي الفل جدا. انا حلمت بيك، حلمت ازيك؟ الحمد لله انا زي الفل، انا زي الفل جدا. انا حلمت بيك، حلمت بايه يا وليه؟ يا وليه دي وقت احلام، الله يخرب بيتك سيبيني فيها صحة. يا وليه الله يسترك، الله يسترك انت وامك. جو احلى دويتو بعملها معاك والله قلبي يا وليه. انا ريتاج وبحبك قوي، او انا بحبك يا ريتاج قوي. مساء الورد، مساء الفل يا جو. يلا خف بقى عشان تعرف تشاركنا كمكماتنا واحزاننا. ان شاء الله. حاضر، تعال يا اسطى اروق عليك. جاهز يا اسطى؟ استنى الساعة. يا بنت زبور الله يسترك. مش حاسس. يا بنت زبور الله يسترك. مش حاسس. يا بنت زبور الله يسترك. مش حاسس. اخويا كوفيد فين يا جدعان؟ فين اخواتي؟ اخواتي كوفيد فين؟ عم كوفيد يا اه بقى في حد عنده كورونا وقمر يا وليه بس يا وليه. شفاك الله وعافاك، الله يسترك، الله يسترك، الله يسترك يا موني. انا بحبك، انت جامد. من فين انت؟ من فين؟ انا من مصر، من مصر. جاهزين؟ جاهزه جاهزه يا حاجه، يلا بينا. انا قلت اطلع كده مفيش حد كتير في اللايف، يلا بينا. مش حاسس يا اسطى. مش قادر حصلت امسك البتاع في كويس. كيمياء، حصلت وبعدها في اقتناع. ممكن في جوازات فيها صالونات بيحصل. انا عارف الدكتور ايه، خلاص الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب على ثقتكم الغالية. تعال يا اسطى عشان تعبت، انا مرجعك شوية على الكرسي. استنى يا اسطى، ماشي اعتبر ان هو كده مظبوط. اخويا كوفيد 19. انا اكتشفت ان في ناس كمية كوفيد 19 ومخبي. يا ابني مخبي ليه يا ابني؟ بص يا ابن قلبي، انت شايف ناس كده؟ انا مش عارف ليه عامل زي ليشة، عارف ليشة على بالزاتوتين. بص يا اخويا، انا بس جاي اقول لك، جاي اقول لك اخويا ان ما تتكسفش لو انت عندك كوفيد. ما انا عندي كوفيد عادي والله، بس
ولا حاسس بأي حاجة ولا مؤاخذة في البو دي ولا حاسس بأي حاجة. تخيل يعني انت ممكن تاكل كيري مع ليمونة ما بتحسش بالفرق. فين أيامي؟ سنعود. ايه ده؟ دي كوباية. بص دي كوباية ال انا ولا مؤاخذة في الكلمة هقول لك انا على كذا حاجة مهمة اوي. هقول لك انا على كذا حاجة مهمة. استنى بس كنت محضر لك حاجة اقولها لك. انا مش لاقي الحاجة. في ناس كتيرة طلع عندها كوفيد ومتابعاني. سلامة صفا وسلامة حبيبة، سلامة رضوى وسلامة حبيبة تاني وسلامة. انتوا كل دول عندكم مخبيين؟ ايه ده تطلع كده ونروش على بعض؟ احنا مع بعضينا يعني يا اسطى. سلامتك وسلامتك وان شاء الله نطلع منها على خير. اتقرب من ربنا، انت محتاج ربنا يقف معاك ويشفيك. الفكرة دي حقيقية، بس انت ما تقربش في ربنا في المحن. انا شايف ان ده زيف يا رب مش عارف ايه. انا عن نفسي انا ماليش دعوه بحد، انا شايف ان انا ما اقربش من ربنا في وقت ضعفي. انا اقرب من ربنا وانا واقف على رجلي وانا بصحتي وانا كويس قوي، لكن انا ما بحبش اصطنع الفضيحه. يعني كان معايا واحد صاحبي كان راح ياخد فيزا، ولما اخسر في كلمه في فيزا دي، فالواد صمص يا ماط. انا الواد اصلا بشوفه ليل نهار بخمره وويسكي ومخدرات والدنيا حلوه. جه ساعه لقيته صايم، قال لي بقول له ليه؟ قال لي عشان الفيزا. ربنا يكرمنا. ففكره ان انت بتضحك على مين، يعني انت بترشي مين او بتضحك على مين، انا ما انا راجل جاهل وبحترم جهلي الحمد لله. فسيبك مني يعني، انا شايف ان ربنا بيعرف قلوبنا يعني. بضعف وقتك وقوتك يا جو. يعني بضعف وقتك وقوتك، مش فاهم. ربنا يشفيك يا عظم، الله يسترك يا سمر. ممكن في الحالتين ده حقيقي، والله ده حقيقي، بس انا متخلف يا جو. هتخف وترجع هتشايس ان شاء الله. اي خدمة اي خدمة اي خدمة. بص برافو، لازم تقرب من ربنا في اي وقت. انت بتقرب عشان هو صح، مش عشان عيان. ما انا عيان. طب ها قربت، ها عايش فيك. طب وبعدين ها هتروح بقى؟ يا عم سيبك مني، انا راجل متخلف والله. فعلا عندك حق، انا دايما بلجأ لربنا في ضعفي. ربنا يسامحني، ربنا يسامحنا كلنا يا عم. انا في الضياع، الاهلي بيلعب سبت وجيت لك يا هيما. انا طالع اصلا عشان الاهلي بيلعب. لا ده احنا مع فريق العدو. استنى بس كنت طيب. فحاجة مهمة كده عشان نبقى بس في السليم يا جدعان يا جدعان يا جدعان. فكرة ان انت، انا كنت محضر لك ايه، انا مش عارف ايه سرعه ما... لا مش عارف ايه. طيب فكره ان انت، فكره ان انت مكسوف تقول انت عندك كوفيد. لا انا عندي كوفيد عادي، انا لا ما بكسفش عادي يعني. الدنيا حلوه وانا زي الفل اهو، شويه كده حاجات وهنغور في داهيه عادي عادي يعني. يا اسطى انا بقيت الف ودي مش عارف افتح لايف افتح ازاي. انت سايب الكوفيد وسايبني وانا بموت. معلش اصبر اترك شويه. انا اقول افتح لايف يا عم؟ ما اعرفش يا عم. يا اسطى بص، هتدوس على العلامه اللي هي اكنك بتسجل وتقعد تزق كده تزق كده تزق كده تزق كده، وهتلاقي في كلمه اسمها لايف، فانت دوس على اللايف. ولو انت سنك اقل من مش عارف 16 ولا 18، زور تاريخ الميلاد قبل ما تطلع عشان ما يبلوكش الشباب، بس اطلع عادي يعني. جبت الدواء؟ انا جايب كميه دواء يا ندى، اقسم بالله انا فاتح صيدليه عندي. بص يا ندى بس عشان امي ما تزعقش، بس اهي شايفه يا ندى، بص كل دي ادويه، كل دي ادويه. انا يعني انا عندي ادويه تكفي بلد والله العظيم. اخبار العزوله ايه؟ العزوله زي الفل، وانا مستقر اسمع نفسي والله مع حالي. اصل انا مش مستغرب الموضوع، انا كده كده كنت بقعد لوحدي. ما اعرفش الناس مستغربه ليه وضع ان انت تقعد لوحدي. يا عم تقعد لوحدي، انا كده كده لوحدي. اخويا كوفيد 20 انت طلع عندك. ما تخافش يا اسطى انا جنبك وفي ظهرك وفي الله يسترك يا اخويا. انا بضحك على ضحكتك والله يا ابني، الله يسترك. الحمد لله الحمد لله. اضحك يا اولية في اي وقت. ليه لو مش لو مشت هتنزل لربنا؟ هتنزل لمين طيب؟ لو مش هت مش هنتذلل لربنا هنتذلل لمين طيب؟
ما تدخلنيش في حتة الأديان وحتة ال يعني أنا تافه، أنا مش عارف يا جماعة، أنا جاي الحياة دي مش عشان أنا تافه، سيبني في تفاهتي، سيبني ده راجل متخلف عبيط جاهل، سجل يا ابني أهو أنا بقول لك. أنا كينونة دماغي أتفه من إن أنا أسحل نفسي في حوارات وفي آراء. رأيك ده يا باشا زي الفل، أنا ما ماليش دعوة برأي حد، أنا ليا من رأيي. أنا ما بحبش فكرة لما أقرص دراعك فتضعف لي، انا ما كنتش كده فهفضل مش كده. ماشي يعني، ربنا يستر علينا ويسامحنا.